إذا حضور الزوج في هذه اللحظات، إذا الزوجة إذا شوفي نجاة، ها الزوج ديالك هو جا كيقول بأنه هو ما جابكش، كتقول ما جبتيهاش. ما جاتش يمشي يبيع ويدوز شغل والو. المهم دابا 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 الباب، شكون سد عليك الباب؟ سديتي انت الباب ولا شكون سد عليك الباب؟ من الداخل. نعم، شكون اللي هرس عليك الباب؟ هرسوا عليا جوزتي وراجلها، وتراجلي راه معايا كان واقف، داروا لي هادشي كامل باش يشرفوني انا وولادي. اذا مشاهدينا الكرام، اللايف بوجود رجال الدرك الملكي اللي رفضت الزوجه انها تمشي معهم. واخا الان تحلي لي غير الباب، عفاك غير الباب، غير الباب عفاك باش دابا انت يا نجاة. لا حيدي الوليدات، الله يرضى عليك، حيدي الوليدات. دابا انت رجال الدرك راه كيقول لك واش يحلوا لك الباب. اذا دابا رجال الدرك عرضوا المساعده ديالهم انهم يفتحوا لك الباب. شحال دابا الباب مسدود عليك؟ اذا الزوجه كتقول بان الباب مسدود عليها ثلاث ايام. الزوج جا بحضور رجال الدرك الملكي كيقول بانه هو ما جابهاش للدار. نجاة ما غاديش نشد لك وجهك، ولا جات ما قبضتش لك وجهك، انا قبضت الكاميرا غير لتحت، غير باش تعطيني معطيات، غير باش، لانه دابا بحضور رجال الدرك الملكي. انت بغيتي تخرجي، وليداتك واكلين شاربين؟ وليدات ما واكلينش؟ شكون اللي سد عليك الباب؟ هاد الباب ديال برا ديال الحديد. لا شوف يا انت راه كاينين رجال الدار، لان بحضور الزوج كذلك هما رجال الدار كيعرضوا عليك انهم يحلوا يفتحوا لك الباب. بغيتيهم يحلوا لك الباب؟ دابا دابا عتقي غير وليداتي، الوليدات ياكلوا ويشربوا. عاش الملك. إذا هذا صراع بين الزوجة والزوج، بحيث أنه الزوج كيقول بأنه كتب الدار للأخت. هكاك شتاكشت. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا يا هادشي اللي تيقولوا هاد الناس ما عندي به حتى شي علاقه وما عندي به حتى شي علم. عارفه الدار ديال الراجل كيقول لي ديالك الدار وجابني ليها، ومني جابني ليها جاوا من ورايا كيخربغني يخرجوني من الدار، قال لك الدار ديالنا. انا يا عارفه الدار ديالو مستفداها، وسيدنا اللي عطانا على دوك جوج الوليدات، ماشي على ودي ولا على ودو، على جوج الوليدات باش ما يتشردوش. الا بغاو يشردوني نخرج دابا، الا بغاوني نتشرد نخرج دابا، ما عنديش فين نمشي. يحلوا لي الباب ولكن ما نغادرش الدار ديالي، يحلوا لي باش نعتق وليداتي ما ياكلوا، ولكن الدار ما نغادرهاش، ما نغادرش الدار حيتاش ما عنديش فين نسكن، ما عنديش فين نسكن. الا بغى يشردني المخزن ولا بغى يشردني القانون نخرج دابا، دابا نخرج. اللي حكمتوا عليا به نديرو. المنزل اللي ما يزيد عن ثلاث ايام، في حين ان الزوج تنازل اختي، هذاك التخربيق دايرينو ضد فيا باش انا من وجهك
باش انايا ملي نطلق ما نستافد منه حتى شي حاجه، هذاك الشيء راه غير وراق، اما راه هو اللي مخلص الدار، هو اللي مكلف بكل شيء، هذيك غير المداونه دايرينها بيناتهم. زعما انت المهم هو اللي جاب الدار باش يحلوا لك الباب. أيه. تعقيب على الناس. أيه. ياكلوا ويشربوا. والمسائل الاداريه راه في المحكمه كتسال. صافي صافي. المهم يتحل عليك باش نوكل وليداتي واللي كانت. شنو الخلاف اللي وقع بيناتكم؟ علاش غادي يسد عليك هذا الزوج؟ شنو الخلاف اللي وقع؟ حلوا يضربوا في الباب باش انايا باغين يخرجوني صحه من الدار. من الدار كملي هرسوا لي الباب باش يخرجوني من الدار. انا ما بغيتش نخرج من الدار، قلت لهم تيجينا قرار من وكيل الملك الا بغى يشردني نمشي نتشرد انا وليداتي. وقتاش تسد؟ علاش قلتي لي الباب كان محلول؟ جاب يعني الزوج ديالك؟ جابني حل، دخلني قال لي اجي يلا لدارك. مني جيت شويه كنتفاجئ. إذا حنا كنتواجدوا بالسخيرات، عندك يدك على الكاميرا، الزوجة كتقول بأنه ثلاث أيام وهي محتاجة داخل البيت، لا أكل ولا شرب، كاينين جوج ديال الوليدات صغار، جوج ديال. الصغير راه مريض، راه مريض، راه خاصو يتعالج، راه دارو جبد، راه مخلوق. صافي قربي وجهك، شوفي ما مكبرش وجهك، مخبوطة غير أنايا، غير قربي. قلت لك ثلاث أيام وأنا هنايا محتاج لا ماكلة لا شرب، قاطعين عليا الضو، وقاطعين عليا الما، وليداتي كيموتوا بالجوع، كيموتوا بالعطش. ودابا بغيتهم يحلوا عليا هذا الباب باش نعتق وليداتي نوكلهم، وما باغاش نغادر هاد الدار، تيجيني قرار من وكيل الملك. يحلوا عليك بعدا الباب، يتحل عليك بعدا الباب. قلتي لي انت هاد السبب حيت انت رافعه دعوى على الزوج. ديال النفقه. قال لي تنزلي. قال لي تنزلي لي على النفقه وغنديك لدارك تسكني فيها. مني جبت انا جرني لداري كنتفاجئ باختو وراجلها كيجيو كيقول لك راه الدار ديالنا، الا كان شي خواض ولا كان شي حاجه راه مسؤوله منه اختو ومنه لي انا. المشاكل القانونيه كتبقى كتبقى في اطار القانون، حتى واحد ما عنده الحق يسد على هاد السيده. كاينين جوج ديال الوليدات الصغار، كاينين جوج ديال الاطفال بدون اكل بدون شرب. رجال الدارك تفضلوا مشكورين، جاوا على وجه السرعه، هما دابا بغا يحلوا لك الباب ياك باش تخرجي، غير تهدني وكوني كوني كوني مرتاحه، غيجيو يفتحوا لك الباب. انا بغيت نعرف منك غير التفاصيل، قربي عندي انا جات، ما غاديش نشد، حاول تدور عندي شويه هكا، ما غاديش نشدك ما نشدكش، قربي عندي غير باش نعرف منك غير المشكل شنو. اجي لا دور عندي هكا، ما تقطعش، دوري هكا، دوري بوجهك شنو غير المشكل اللي بينك وبين الراجل. انا راجلي ما تيصرفش عليا، ما تيصرفش عليا، انا المحمله المسؤوليه ديال وليداتي كنخدم عليهم. الراجل ديالي ما كيصرفش عليا، انا محمله المسؤوليه، درت ليه النفقه، حكمت لي النفقه. مني حكمت لي النفقه قال لي شوفي غادا ديري لي التنازل ونديك للدار ديالك تسكني فيها ونبداو من جديد. مني جابني هنا للدار ديالي قال لي دخلي للدار ديالك، مشى حتى كنتفاجئ باختو وراجلها كيجيو كيفرعوا عليا الباب وكيقول لي خرجي راه الدار ديالنا، وانا ما عندي حتى شي علم بهذا الشيء، انا اللي عارفه الدار استفدناها، عطانا سيدنا على وجه دوك الوليدات، ماشي على الاستفاده يعني حتى تمر خمس سنين عاد. اييه ديال الاستفاده، ديال الاستفاده، وهي مستافده لوستي راه دارها ورايه هي وراجلها مستافدين، وانا عطاونا هذه. اجي قربي حدايا ودوري باش ما غاديش نخرج. نعم. وعطاونا هذه استفدنا فيها انا ووليداتي وراجلي. من بعد تجي لوستي عندها دار وكتقول لك انت راه هذه راه هي داري. راه ديالي خويها ليا، وراجلي اللي مخلصها ومكلف وداير هذيك الوراق غير بينه وبين اختو الا وقع الطلاق باش انايا يقول راه ما عنديش الدار في نسكنها. واخا شنو وقع بالضبط حتى غيسدوا عليك الباب؟ مني جاو باش يخرجوني من الدار، صح هرسوا عليا الباب باش يخرجوني، ما بغاش يتحل لهم الباب، جا مصعيب. ما بغيتيش تخرج؟ ما بغيتش نخرج. ايوا اختي هذه هي القصه، لحد دابا انا محتاجه بالجوع، بلا ما بلا ضوء، انا وليداتي وهذوك الناس بغيت ندير بهم شكايه، حيت كيهدوني وكيسبوني وكيقولوا لا وقعت لي شي حاجه انا وليداتي راه هما السبب. انا كنقولها قدام العالم، الا وقعت لي شي حاجه راه معليش مشاهدينا الكرام، حاولت ندخل الميكرو عندها باش يلاه بحال زعما كاع. كما كتشوفوا تشاهدوا معنا تكسير ديال الباب، لا احد يملك الحق انه يحتجز اي شخص حتى وان كانت هناك خلافات زوجيه. كاين خلافات زوجيه، كاين قانون كفيل انه يحل. قبل قليل جاو رجال الدرك الملكي، كان حتى الزوج، سمعتي راجلك قال لك انك ما جابكش الدار؟ لا جابني، لا جابني، غير نكر. كنت ساكنه الليل، عطيني بيت في دارهم، ومني دار جراو عليا وقال لي اجي نتفقوا غاتدير لي التنازل على النفقه وغادي. شحال وانت مزوجه بهذا الراجل؟ انا المده ديال 13 عام. 13 سنه؟ 13 سنه. 13 عام؟ 13 عام.
ما حقيقة ما يقال أنه عنده اضطرابات نفسية؟ شوية كينا كينا لله. واللي عنده اضطرابات نفسية ستلعبون؟ وما عارفهم شفاش تيقراو، ما عارفهم شفاش في السن ديالهم، رتا هذوك الوراق رتا 90% ولا 100% رأى ما عارفش تلعواقب ديال هذاك الشيء كيفاش غادي ترجع لي. رأى السيد غير تيعطوه كيسيني، غير تيعطوه سين راه حتى المسؤولية، يعني حس المسؤولية، حس هذا راه مهكاينش. دابا انت سما ما عندك لا فين تمشي لا حتى لا حتى لو خرجتي دا الا خرجت منا غنتشرب. واخا ما عتقوك الجيران ما طلعوا لك ما طلعوش، الا بالعكس الجيران في صفهم، الجيران في صفهم. لا هذا يعد هذا يعد احتجاز. هذا كنسم هذا راه بحالي محتاج زينك. الاقل الانسان عندك جوج ديال الوليدات صغار يعطيهم غير ما يشربوا. لا ما طلع لي حتى شي واحد، والبارح جاو وتعداو عليا وكنسخف قاطع عليا الماء وكندق في الباب وكنقول الناس عتقوني، بغيت غير شي كويس المراه انا صغار وكيسمعوني وما عتقونيش. لدرجه كنت شي كاميرا مشيت كنشرب من داك الماء ديال الطواليط. السيدة فين الكاميرا السيدة؟ ما عتقونيش اختي، ما عتقونيش. كسخفت هنا من جاو عندي الدار قال لي تخرجي، شدتني لاكريز صافت الارض وبقيت كنتكل هنا، زادو خلوني، بقيت كنغوت وبغيت غير كويس الماء، بغيت غير كويس الماء. مني ما لقيتش اختي حتى اللي مد ليا كويس ديال الماء، وخلوني ضمة انا ولادي، خلوني بلا ما مسولوش فينا، ما قلبوش علينا حتى كيصبحنا. راه اختي راه تعداو عليا هاد الناس بزاف، هاد الشيء راه انا بعدا راه تيبان ليا بحال نصبوا عليا، هادي راه بحال مؤامرة داروها ضدي، وانا لا خرجوني من الدار ما عنديش فين نمشي، راه غادي نتشرد الا بغوني نقعد نتشرد. وين تحل عليك بعدا غير الباب، يتحل عليك الباب باش تعتقي راسك وتعتقي وليداتك. نعتق وليداتي اجي اختي احرسوا الباب ودخلوا، الا لقيتوا عندي غير شي حاجه ديال الماء، شي حاجه ديال الماكله، شي حاجه نعطيها لولادي. يعني السيده قاطعين عليها الماء، قاطعين عليها الضوء، قاطعين عليها الماء، قاطعين عليها الضوء، ثلاث ايام وهي مسدود عليها. مالا ديال وليداتي راه النفسيه ديالهم شوف غير وجاهم ولاو نعاس، كان البارح البيبان كيترضخوا عليهم. اش غنقول لك واحد الحاله بحال لا ما عرفتش شنو درت انا شي جريمه وانا في داري. اللي خاصو يتحاسب هو راجلي واخته، انايا اللي كان خوها مخلوط معاه وليدي بدا هذاك الشيء، انا مالي، انا مالي حتى علاقه. جابني قال لك اجي لدارك، عاد تجي السيده بوراقه كتقول لك خوك داير خويا داير معايا ودير معايا، سيري انتي مع خوك انا مالي. دابا باش يحلوا عليك باش تخرجي؟ اييه يحلوا عليا باش نعطي لوليداتي ياكلوا. لان فعلا كانوا رجال الدرك مشاهدينا الكرام، لا حول ولا قوة الا بالله، ما كاينش شي خلاف غيوصل، لان هذا فعل يعاقب عليه القانون، انك تسد على شي شخص وتحرمه من ابسط حقوقه، انه حتى الماء ما كاينش. ما كاينش، دخلوا تشوفوا بعينيكم، الا انا كنظن دخلوا تشوفوا بعينيكم، الا ما الا ضو الوليدات عطشانين، حتى لواحد قبيله واحد السيده كدير الميناج هنا الله يجازيها بخير، حليت ليها الشبيك قلت لها عتقيني الله يرحم لك الوالدين وليداتي يشرب، عاد جات لي قرعه ديال الماء شربت بها وليداتي. هي اللي جابت لك شي مرة؟ هي اللي جابتها لي، مدتها لي من هنا راه دارت الميناج يلا لقيتوها مشات بحالاتها. اللي عطاتك الماء؟ هي اللي عطاتني الماء باش عطقت ولادي، ما انا سخافت يعني كنت كون ما كانتش هذيك السيده راه حتى الهضره ما غنقدرش نهضر معاك. حول ولا قوة الا بالله مشاهدينا الكرام. انا اختي هذه الدار ديال الاستفادة هي مستافدة، عندها دار هي وليداتها، علاش تعدات عليا؟ اش بغات عندي؟ اش بغات عندي؟ انا فينا تصيفطني نتشرد؟ علاش؟ فينا مع عائلتك نجات؟ عائلتي بعيدة عليا، كيني انا غير بوحديتي، الوالد متوفي، كاين غير الوالدة، اش غنقول لك؟ ولكن راه الزوج ديالك راه الطامة الكبرى مشاهدينا الكرام ان الزوج راه كان كيتواجد. الزوج كيتواجد وقال انا ما دخلتهاش للدار. هاد السيده كيفاش دار حتى دخلات؟ جابني لله، انتم شوفوا غير الباب الا كان مخدوش اللي كان وقعت لي شي حاجه، انتم راه الباب راه محلول بالساروت، والساروت هو اللي جا حل لي وقال لي يلا وعلى اساس غنمشي ندير لي التنازل النفقه. نعم. ومن بعد كتفاجئ باخته كتدخل عليا وكيتهجموا عليا وكيقول لك راه الدار دارنا وانا راه الدار ديالي ومستافده انا، وعطاني سيدي على سيدنا غادي بجوج الوليدات، الا بغوني نتشرد نتشرد، الا بغاني القانون نتشرد انا ولادي نتشرد انا ولادي. تحد ما غادي نفسي عليك الباب، تحد ما غادي يحرمك من وليداتك جينا، تحد ما غادي يخرجك، لا احد يملك الحق الا بتعليمات من النيابه العامه. ما يهمنا في الامر هذا الباب يتحل على هذه السيده هذه تعتق وليداتها. وانا تقول قدام الناس عصام جيب شي قرعه الماء الله يحفظك.
نجيب لك الماء، نجيب لك الماء، نجيب لك الماء. اه واخا الناس راه كيهدوني لو وقعت لي شي حاجه انا ولادي راهو ما السبب. انا كنقولها قدام العالم قدام كلشي، راه لو وقعت لي شي حاجه انا ولادي راه دوك الناس كيهدوني تيقول لي والله وتخرجي برا، يا حتى نديروا لك ونديروا لك ونصيفطوا لك اللي خسر لك وجهك. انا كنقولها وكندير بهم شكايه من هذا المنبر، راه دوك الناس كيهدوني. راه لو وقعت لي شي حاجه ولوليداتي كيمشيو للمدرسه وكيجيو راهو ما السبب، طلب الله ولوزتي وراجلها. الوليدات دابا ما قراوش اختي، ما قراوش. واخا في حاله ما مثلا خرجتي من الدار فين غتمشي؟ ما عنديش اختي فين نمشي. وي حلو فين نمشي؟ ما نزيدش معاهم دقيقه. ما عنديش فين نمشي، ما عنديش فين نمشي. كون عندي فين نمشي غادي نبقى تنصرعها. لا اختي ما عنديش فين نمشي، الا خرجت من هنا ما عنديش فين نمشي. الا خرجت من هاد الدار غادي نتشرد، ولا بغاني القانون نتشرد ما بيديش على ولادي. وليداتي جوج صغارين، الصغير فيه الصغير فيهم عنده 8 سنين، فين غادي نمشي انا وياهم؟ فين؟ هاد الناس ما كلاو ما شربوا. قلتي لي رجعت انك رافع عليه دعوه ديال النفقه. اي اختي دعوه ديال النفقه، وعنده الفلوس وخلص بها الدار ودايره فيه دعوه ديال النفقه، وهذوك الوراق راه غير في يديرهم هو واختو غير في الواجهه، اما في الاساس راه الدار ديالو، راه الدار ديالو قانونيا، راه الدار ديالو، الدار ديالنا ديال الراجل، ديال الراجل قانونيا. المشكله واش هي ديالنا هو انه الزوج دابا جا، جبت الكاميرا، الزوج دابا جا